الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. نبدأ مع أخبار أمم أوروبا. حاملة اللقب إسبانيا تلعب الليلة في مواجهة تركيا لحساب المجموعة الرابعة. مدرب لا روخا فيسنتي ديل بوسكي طلب لاعبيه بعدم التراخي بعد الإشادة بهم إثر فوزهم على تشيكيا افتتاحا. العجوز الإسباني قال إنه لا يهتم لعدم اختيار إنيستا ضمن تشكيلة المثالية للجولة الأولى، مشيرا إلى أن التقدير المعنوي عند إنيستا أكثر أهمية من الجوائز. ديل بوسكي وصف المنتخب التركي بالرائع بالرغم من خسارته بهدف أمام كرواتيا افتتاحا. المجموعة الخامسة تشهد الآن مباراة قوية بين إيطاليا والسويد. مدرب إيطاليا أنطونيو كونتي أجرى بعض التعديلات الطفيفة على التشكيلة. كونتي دفع بغرازيانو بيلي صاحب الهدف الثاني في مرمى بلجيكا ودخل إدير مارتنز ضمن التشكيلة الأساسية للفريق. المباراة شرفت على النهاية والنتيجة لا تزال سلبية. نبقى في أخبار اليورو. والتعادل السلبي كان حسم مباراة ألمانيا وبولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. مدرب المانشافت واكيم لوف أبدى سخطه من النتيجة واعتبر أن المشكلة تمثلت باللمسة الأخيرة أمام المرمى ونفى حسم ضمان التأهل. ألمانيا وصلت زعامتها للمجموعة الثالثة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن بولندا، في حين تمكن منتخب إيرلندا الشمالية من الصعود إلى المركز الثالث بفوزه التاريخي على أوكرانيا التي غادرت المنافسات رسميا. وفي الوقت القاتل خطفت إنجلترا فوزا ثمينا من ويلز في المجموعة الثانية. جيمي فاردي عدل لمنتخب الأسود الثلاثة بعد تقدم ويلز بهدف غاريث بيل، وانتظر الإنجليز الرمق الأخير ليخطف له دانيال ستارج هدف الفوز. المنتخب الإنجليزي تصدر المجموعة الثانية بأربع نقاط متفوقا بفارق نقطة على ويلز وسلوفاكيا. الأسد ليو وسجائر فاردي يسرقان الأضواء في احتفالات إنجلترا بعد الفوز على ويلز. ألمانيا تلقي القبض على 6 مشجعين روس في كولن وتعزز علاقاتها الدبلوماسية مع بولندا بعد التعادل. والنجم التركي هاكان شكور يواجه خطر السجن 4 سنوات. أخبار رياضية متنوعة في هذا التقرير. حتى ساعات متأخرة من ليل أمس لم تهدأ الاحتفالات الإنجليزية بالفوز الدراماتيكي للأسود الثلاثة على زملاء غاريث بيل. احتفالات عمت ساحات مدينة لانس وليل من دون تسجيل أي أعمال شغب هذه المرة بعكس ما كان مرتقبا. فجماهير ويلز خرجت متأطئة الرأس بعد الملحمة البريطانية وتركت للصحافة تحليل مجريات اللقاء، إلا أن أبرز ما تناولته صحف المملكة كان التركيز على النجم جيمي فاردي والصورة التي انتشرت له يشرب مادة تحوي الكافيين وعلبة سجائر. وأظهرت روني متأبطا بتميمة المنتخب الأسد ليو علّه يحمل الحظ لهم في مشوارهم نحو اللقب. وفيما هدأت أحوال المشجعين الإنجليز في الليلة الفائتة، ألقت الشرطة الألمانية في كولن القبض على 6 مشجعين روس من أصل 30 مطرودين من فرنسا بتهمة اعتدائهم على 6 مشجعين أسبان لا يزالون في المستشفى يخضعون للعلاج. وكان مثيرو الشغب الذين كانوا مخمورين للغاية اعتدوا على رجلين وسيدة أسبان كانوا يوزعون ملصقات لحركة يسارية، فكسر أنف أحد الرجلين فيما كانت إصابات الآخر طفيفة. وإذا كانت الجماهير التركية في فرنسا بعيدة عن واجهة الشغب في الأونة الأخيرة، فإن الأجواء بين الرئيس أردوغان والنجم السابق أكان شكور ليست على ما يرام، وجديدها محاكمة صاحب أسرع هدف في تاريخ المونديال عام 2002 بتهمة شتم الرئيس على تويتر واحتمال إدخاله السجن لفترة قد تمتد 4 سنوات. وكان النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية تحول منذ نحو عامين إلى نائب مستقل لمعارضته حملة أردوغان على حركة فتح الله جولن. استشاضة الغضب بين أردوغان وشكور قبله هدوء تام في العلاقات بين بولندا وألمانيا. التعادل السلبي بين المنتخبين في ساندوني سبقه لقاء رئاسي إيجابي في برلين. حتى الجماهير البافارية تشاءمت من الملعب الذي شهد اعتداءات باريس قبل أشهر، فلم تظهر علامات الارتياح عليهم في الساحات العامة واكتفوا ببعض النشاطات الترفيهية. ويبقى الفوز الإيرلندي الشمالي على أوكرانيا في ليون سببا مباشرا لوفاة مشجع إيرلندي شمالي يبلغ 60 من عمره انهار في الاستاد نتيجة الفرحة بهدف غاريث ماكويلي. وبحسب متابعين فإن محاولات الطاقم الطبي في الاستاد لإسعافه باءت بالفشل، ففارق الحياة على مقاعد الجماهير التي عاشت لحظات تاريخية. بطولات كرة القدم العالمية تتغلف بصفقات تجارية تهدف إلى الربح الوفير. بعيدا عن النتائج داخل المستطيل الأخضر يلهث اللاعبون وراء رفع قيمتهم السوقية. الأندية الإسبانية غارقة في ديون كبيرة فيما أسست ألمانيا مملكة كروية مستقلة.
تحصد أرباحا طائلة سنويا. علي خليفة. بعيدا عن نتائج المنتخبات المشاركة في بطولة أوروبا، صفقات كبيرة من المنتظر أن تبرم فور انتهاء اليورو. لاعبون كثر قد ترتفع قيمتهم السوقية هذا الصيف بعد العودة من فرنسا. أسعار اللاعبين سوف تتخطى 4.5 مليار يورو. كتيبة المنتخب الإسباني هي الأغلى في البطولة. قيمة لافوريا روخا وصلت إلى 628 مليون يورو. ألمانيا جاءت ثانية ب 580 مليونا مقابل 445 للمضيفة فرنسا. كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأغلى في اليورو. قيمته السوقية تقدر ب 110 ملايين يورو. الألماني توماس مولر جاء ثالثا ب 75 مليونا. صاروخ مدارا لم يتوقف عن جني الأرباح وجمع الأموال. دخل قائد البرتغال وصل إلى 45 مليون يورو سنويا جمعها من راتبه وعائدات الإعلانات. المقارنة ظالمة بين أفضل لاعب في العالم عند الرجال وأفضل لاعبة عند السيدات. الألمانية سيليا ساسيتش جمعت فقط 100 ألف يورو عام 2015. على صعيد الأندية، ريال مدريد الأعلى إيرادات في القارة العجوز، متقدما على برشلونة الثاني وبايرن ميونخ الخامس. لكن الأندية الإسبانية تعاني من الديون خلافا لنظيراتها الألمانية وتحديدا بايرن ميونخ. الفريق البافاري يعتمد في عائداته على البث التلفزيوني وتذاكر المشجعين والشركات الراعية، ما سمح له بحصد أرباح وصلت العام الماضي إلى 29 مليون يورو. المراهنات دخلت كرة القدم من بابها الواسع في العقد الأخير. أصبح المتلاعبون يتحكمون بنتائج بعض المباريات من أجل تحقيق أرباح طائلة. المراهنون لم يحرموا الجماهير من متعة كرة القدم، وتحديدا في ألمانيا حيث تتوقف الأعمال خلال مشاركات الناسيونال مانشافت في البطولات القارية، وينخفض الناتج المحلي 4 في الألف، وتتضاعف عمليات بيع شاشات التلفزة والمشروبات. تأهلت الولايات المتحدة إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا بفوزها على الإكوادور في ربع النهائي. ثنائية صاحبة الضيافة تقاسمها كلينت ديمبسي وجيسي زاردز، فيما قلص مايكل أوريو النتيجة للإكوادور. منتخب العمسام تأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى المربع الذهبي للبطولة بعد إنجازه الأول عام 95. في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كليفلاند يفرض مباراة سابعة حاسمة على جولدن ستيت ووريرز في نهائي البطولة. ليبرون جيمس أخذ المباراة على عاتقه. الملك سجل 41 نقطة و8 متابعات و11 كرة حاسمة ليقود صاحب الضيافة إلى الفوز بفارق 14 نقطة، وعادل بالتالي السلسلة بثلاثة انتصارات. ستيفن كيري كان الأفضل في صفوف جولدن ستيت، أفضل لاعب في البطولة، سجل 30 نقطة، وأضاف كلي تومسون 25. في أخبار الكرة الصفراء، تأهل روجيه فيدرر إلى ربع نهائي بطولة هالي بفوزه على التونسي مالك الجزيري. السويسري احتاج إلى ساعة 91 دقائق ليحسم المباراة بمجموعتين بواقع 6-3 و7-5. المصنف الثالث عالميا ضرب موعدا في الدور المقبل مع البلجيكي ديفيد جوفن الفائز على الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي. فيدرر الساعي إلى لقبه التاسع في البطولة، فاز سابقا 4 مرات على جوفن، كان آخرها مطلع العام الحالي في بطولة أستراليا المفتوحة. جرد العداء الروسي سيرجي كيرجابكين من ذهبية أولمبياد لندن، فاحتفلت ملبورن الأسترالية بتتويج جاريد تالنت. صاحب فضية سباق المشي 50 كيلومترا استفاد من قرار سحب ذهبية كيرجابكين لاتهامه بتناول المنشطات. جون كوتس رئيس لجنة الأولمبية الأسترالية قلد تالنت الميدالية بالإنابة عن نظيره الدولي توماس باخ. محكمة التحكيم الرياضية كانت ناقضت في أذار مارس الماضي قرار اللجنة الروسية باحتفاظ عدائها بميدالية، فتقلد ابن 31 عاما الذهب.
واليوم أصدر الكرملين بيانا أكد فيه الاستعداد للقيام بأي إجراء قانوني للدفاع عن الرياضيين الروس في حال منعهم من المشاركة في الأولمبياد بسبب ادعاءات تتعلق بمخالفة قواعد المنشطات. بيان الكرملين استبق قرارا مرتقبا اليوم من الاتحاد الدولي لحسم قضية مشاركة رياضيي روسيا في ريو. وبالحديث عن أجواء ريو نختم مع هذا الخبر. رئيس اللجنة الأولمبية كرم أسطورة الكرة البرازيلية بيلي بأرفع وسام أولمبي. الحفل أقيم في المتحف الذي يحمل اسم النجم البرازيلي في سانتوس. التكريم جرى في آخر يوم من زيارة باخ لريو دي جانيرو متفقدا المنشآت الأولمبية. مع هذا الخبر نختم رياضية المفصلة. للمزيد الميادين.net والميادين باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.